إن نقابة كالكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل CFDT تشعر بارتياح من أجل الانكباب على أهداف التنمية المستدامة. هذه المنظمة والنقابة هي مرتاحة حيث أن الأجراء والأعضاء والأجراء هم عمال وهم أيضا مستهلكون ومواطنون، وبالتالي نحن نرى ونرتئي بأنه علينا المساهمة في هذه الأهداف وهذه القضايا المجتمعية. نحن نتقدم بمطالب تتعلق باقتصاد الجودة. اقتصاد الجودة يعني اقتصادا مستداما ويحترم البيئة ويجمع بين الأداء الاقتصادي واحترام أهداف التنمية المستدامة 17. من أجل القيام بذلك علينا ألا نبقى نظريين في هذا المجال، ينبغي أن نترجم هذه الإجراءات على المستوى الوطني وعلى كل المستويات، على مستوى الشركات أولا بطبيعة الحال، ولكن أيضا على مستوى الأقاليم والسلطات المحلية حيث لدينا مشروعات إيكولوجية صناعية، وعلى المستوى الوطني حيث نعمل في إطار التشريعات والقوانين، وعلى المستوى الدولي هناك منظمتان رئيسيتان، هناك الكونفدرالية الأوروبية للنقابات، وهناك أيضا وعلى المستوى الدولي هناك الكونفدرالية النقابية الدولية، وهذه الأخيرة تضم أكثر من 176 مليونا، وهي بالتالي أكبر منظمة في جميع القطاعات في العالم. وبالتالي من خلال كل هذه الأقنية نؤكد على الديمقراطية، ندعم الشعوب التي أحيانا تعاني من أنظمة سلطوية تسلطية. نحن في نقابتنا هناك معهد اسمه معهد بلفيل، نقوم بتعاون من خلاله مع بلدان الجنوب وندعم النقابات في البلدان غير الديمقراطية، وبالتالي وعلى جميع المستويات ولا سيما على المستوى الدولي العمل النقابي يؤكد على الديمقراطية. ونحن كمنظمة نقابية علينا أيضا أن نقوم بعمل تربوي وتعليمي، وبالتالي علينا أولا أن نبدأ بأنفسنا. ربما على سبيل المثال في بداية شهر حزيران يونيو عقدنا مؤتمرا في مدرن، مؤتمرا إيكولوجيا، حيث منذ مؤتمر تور نقوم بهكذا مؤتمرات حيث ننتبه كل الاستهلاكات من المياه والطاقة والبلاستيك، ولا سيما أيضا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. لقد طلعت على نتائج مؤتمر رين حيث كان انخفاض لغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%. هذا الرقم جيد جدا، حيث هذا المؤتمر عقد في إطار إضرام للشركة الوطنية للسكك الحديدية، وهذا الأمر يسمح لنا بالتربية والتعليم بشأن حصيلة الكربون، لماذا ينبغي أن نعمل على هذا الأمر، لماذا ينبغي تقليص هذه الانبعاثات. نحن لدينا 223 ألف عضو، وبالتالي هذا أمر مهم جدا من ناحية تربوية. بالنسبة للمستقبل، إذن انخفاض بنسبة 20% هذا جيد، ولكن هناك انبعاثات نقوم بالتعويض. هذه السنة قمنا باختيار مشروعين، مشروع أول في غانا بشأن الانتقال في مجال الطاقة، ومشروع آخر في آسيا في كمبوديا يتعلق بالتنمية الزراعية. الآن وبصورة ملموسة، كيف تعمل نقابة CFDT وتترجم الأهداف التنمية المستدامة 17؟ بعض الأهداف هي أهداف بديهية ولا سيما تلك المتعلقة بالمجتمع. البعض يريد أن يحصرنا في هذا الجانب الاجتماعي، ولكن نحن نقول بأننا معنيون بكل الأهداف وعلينا أن نقوم بعمل مستمر وفعال من أجل التنمية المستدامة. على سبيل المثال الهدف المتعلق بالتنوع الحيوي، التنوع الحيوي ربما لا يبدو من اللوحة الأولى بأنه مرتبط بالعمل النقابي، ولكن هذا الأمر يتعلق بإنقاذ البشرية ومستقبل البشرية، وبالتالي لا يمكنك نقابة مثل نقابتنا أن تبتعد عن هذا الهدف. نحن لدينا أجراء يعملون على هذه الموضوعات بصورة كاملة، لدينا تواصل مع الكثير من المجتمعات والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذه المسائل، ونحن لدينا مشاريعنا في نقابتنا تعتمد على الاقتصاد، اقتصاد الجودة، ويتشمل كل أبعاد التنمية المستدامة والأهداف 17. للتحقيق ذلك
من خلال عملنا، ونحن نؤكد على مستوى الشركات، على مستوى الشركات لدينا عدة طرق للعمل ممكنة. الأعمال الكلاسيكية، أي ممثلين إزاء الرؤساء في الشركات عن طريق لجنة الشركة أو ممثل الموظفين أو اللجنة الاجتماعية الاقتصادية في المستقبل. ونحن نريد أن نؤكد على اتخاذ القرار بصورة مشتركة على الطريقة الفرنسية، أي أن يكون هناك ثقل أكبر لممثل الأجراء في مجالس الإدارة حتى يتم التأكيد على أهداف التنمية المستدامة وأخذها بعين الاعتبار في إطار استراتيجيات الشركات. إن لم نحقق ذلك بصورة كاملة، ولكن نحن نطالب بذلك وندفع من أجل ذلك، ونحن نؤكد على وجود ممثلين للأجراء داخل مجالس الإدارة. هؤلاء طبعا يؤكدون على مصالح الأجراء داخل الشركة، ولكن أيضا يعطون رأيهم من أجل احترام البيئة في هذه الشركات وأن تكون ذات أداء جيد في إطار احترام أهداف التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية. وبطبيعة الحال نحن في هذا المجال وفي إطار نقابتنا نركز على حاليا على مشروع قانون بعنوان باكت، وفي هناك كثير من الفصول في هذا مشروع القانون، ولكن هناك مادة نحن مهتمين بها وبادرنا بها، وهي المتعلقة بالمادة 1833 من القانون المدني، وهي تحدد ماهية وغرض الشركة. ماهية أو غاية الشركة حاليا هي الربح والاقتصاد، مستقبلا ربما غاية الشركة وغايتها يمكن أن تكون غاية اجتماعية أو بيئية. نحن لا نعرف إلى الآن كيف نقوم بقياس هذا الإجراء بصورة ملموسة، ولكن هذا يشكل منعطفا، وبالتالي نستطيع أن نتقدم في هذا المجال. دورنا الأساسي في هذه الفترة هو أن ننظر إلى العالم كما هو الآن، وأن نتصور عالم الغد، وأن نصل على هذا العالم إلى عالم الغد. وهذا الخط وهذا المسار يجب أن يكون عادلا بالنسبة للأجراء، ويجب على الأجراء أن يكون جهات فاعلين في هذا التطور والتغيير، وبالتالي من أجل القيام بعمل الانتقال والتغيير، وأن ننظر إلى الكفاءات التي سنحتاجها في المستقبل، ونؤكد على أن الأجراء سيحصلون على هذه الكفاءات. هذا ما يدفعنا للتقدم إلى الأمام، وهذا ما يحفزنا، وهذا ما سيتيح لأطفالنا غدا عالما مستدابا يرغبون في العيش فيه.